بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات داليد ارت لاب. ده الفيديو رقم 85. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي، بس قبل ما اتكلم بخصوص ايه اللي كنت بناقشه في الفيديو اللي فات، اتمنى لكم دعاء لوليد المتوفى بالرحمه والمغفره، وان يرحم جميع موتانا جميعا، وان نلحق بهم جميعا بسلام وامان. كنت بتكلم الفيديو اللي فات عن الاتي. كنا بقالنا فيديوهين بنتكلم عن خاصيه موجودة في أنظمة مايكروسوفت، خصوصا عندنا الويندوز سيرفر أو الويندوز ورك ستيشنز أو الويندوز مثلا 10. في حاجة اسمها الأب لوكر، والأب لوكر دي بتتنفذ عن طريق جروب بوليسي، وهي خاصية بتسمح للآي تي أو الراجل الخاص مدير تكنولوجيا المعلومات أو أفراد تكنولوجيا المعلومات في أي منظمة إن هم يتحكموا في إيه اللي يقدر المستخدم يشغله من برامج على جهازه. ودي مفيدة جدا في حتة إن أنا أحدد اليوزر في بعض البرامج إن هو يستعملها، مش كل البرامج. البرامج اللي أنا محددها له إن هو يستعملها دي أنا ببقى متأكد 100% إنها أمان، وإنها متحدثة لحد آخر لحظة، ما فيهاش أي ثغرات أمنية، وأنا متأكد من الموضوع ده. تمام؟ وما بسمحش لليوزر ان هو يشغل اي برامج تانية، لان ممكن البرامج التانية دي ما تكونش مؤمنة، ما تكونش مفيدة، انا شاكك فيها. واحنا عارفين طبعا انه بشكل عام انه لو انت عندك شبكة وعامل فيها جروب بوليسي، صعب جدا اليوزر العادي ان هو يسطب برامج على الجهاز او يشغل برامج جايبها معاه من بره على فلاش او كده، لان جروب بوليسي مأيدة الكلام ده. بس اليوزر او المستخدم ممكن يعمل ايه؟ يشغل نوع من البرامج اسمه بورتبل بروجرامز. ايه البورتبل بروجرامز دي؟ دي برامج مش محتاجه انها تتسطب على الويندوز، اليوزر ممكن يروح منزلها من على الانترنت ويشغلها على طول، مش محتاج ان هو يسطبها على الجهاز. وانت طبعا كاي تي قافل ان حد يسطب برامج على الجهاز غير الادمنستريتور او غير فرد الاي تي. فالاب لوكر بتساعدك انها البورتبل بروجرامز دي ما تشتغلش. تمام كده؟ وفي نفس الوقت بيحدد اليوزر وبيحجم اليوزر في ان هو يستعمل عدد من البرامج اللي انت محددها في الاب لوكر. بتحددها ازاي؟ عن طريق لسته، بتقول له الليسته الفلانيه فيها برنامج 1 2 3 4 5 دول اللي اشتغلوا، والباقي ما اشتغلش. وقلنا ان حاجه زي كده برضو مفيده جدا كخط دفاع تاني ليك ضد فيروسات الفديه، لان فيروسات الفديه عباره عن برامج او سكريبتات. فالاب لوكر لو مش محطوط من ضمن الليسته بتاعته البرنامج او مش محطوط من ضمنه الفيروس او فيروس الفديه، طبعا اكيد الاب لوكر مش هيبقى محطوط في الليسته بتاعته ان هو يشغل رانسم او يشغل فيروس. فبالتالي لما يجي الفيروس او الرانسم يحاول يشغل نفسه مش هيقدر، ان الاب لوكر مش شايفه ضمن الليسته البرامج اللي هو مسموح له ان هو يشغلها. تمام كده؟ طب كويس جدا جدا جدا. هل الاب لوكر كفايه ان هو يحميك من فيروسات الفديه؟ لا، بالاضافه لازم يكون عندك انتي فيروس كويس، لازم يكون عندك جدار ناري كويس، لازم يكون عندك حاجه اسمها انتروجن ديتكشن سيستم، وده حاجه زي برنامج او خاصيه اسمها هوست انتروجن ديتكشن. دي عباره عن خاصيه ممكن تكون موجوده في الانتي فايروس او في برنامج مستقل بيشوف ايه التغيرات اللي بتتم في السيستم، دايما بيراقب ايه التغيرات اللي بتحصل في السيستم، يشوف هل التغيرات دي تغيرات طبيعيه ولا تغيرات غير طبيعيه. بمعنى تغيرات طبيعيه يعني ناتجه مثلا عن تحديث للنظام، ولا ناتجه عن اداء غير طبيعي، فيروس بيحاول يلعب في النظام، حاجه كده. دي حاجه اسمها هوست انتروجن ديتكشن سيستم، ودي موجوده في برامج فيروس مثلا زي مكافي. المكافي ممكن ان انت يبقى انتي فيروس ويكون انتروجن ديتكشن سيستم. ده بالاضافه كمان ان الفاير وول او اغلب الفاير وولز دلوقتي اللي بتيجي اللي هو مثلا زي الفورتجيت او السوفوس بيبقى فيه انتروجن ديتكشن سيستم وفاير وول وجدار نالي وانتي فيروس كمان. يعني كمان الفاير وول مش بقى فاير وول بس، كمان بيعمل بيبقى فيه انتي فايروس بيسكان على الحاجه اللي داخله واللي خارجه. ده شيء ممتاز جدا. طيب عايزين ننفذ الاب لوكر ده على الشبكه بتاعتنا. انا عايز احجم اليوزرز ان هو المستخدمين هم يستعملوا برامج معينه. قلنا ان في بي دي افايه او وثيقه نازله من وكاله الامن القومي الامريكيه ووكاله الاستخبارات الامريكيه. على فكره يا جماعه هي حاجه اسمها سنترال سيكيورتي سيرفيس، دي حاجه زي المخابرات كده. المهم وكاله الامن القومي دي اللي هي الاف بي اي او شبه الاف بي اي يعني، او يعني زي وزاره الداخليه، والمخابرات يعني جزء من المخابرات، مش هنقول مخابرات، ممكن يكون يعني حاجه ليها علاقه بالامن المعلومات يعني. المهم الوثيقه دي مفيده جدا جدا وجميله جدا جدا، عباره 51 صفحه بيشرح لك فيها ازاي ان انت تسطب الاب لوكر وازاي تستفيد بيه في ان انت تحجم او ان انت تكنترول الشبكه بتاعتك. تمام كده؟ طيب كنا اتكلمنا بقالنا فيديوهين عن الوثيقه دي، اتكلمنا ايه الاب لوكر. الوثيقه دي كانت بتشرح ايه الاب لوكر، هو مفيد في ايه، وايه الحالات اللي هو بيفيد فيها، وازاي انا انفذه، وازاي انا اقدر اشتغل بيه. تمام؟
والاب لوكر ده بيشتغل ازاي، طريقه تشغيله ازاي. قلنا في اربع طرق اللي هي الباث رول والفايل هاش رول والباكج رول او الباكج باك رول والببلشر رول، وشرحنا كل ده عباره عن ايه، واتكلمنا انه برضو الاب لوكر مش بيمنع برامج بس اللي هو دوت اكس اي، لا بيمنع سكريبتات وبيمنع حاجه اسمها دوت ام اس اي، وبيمنع كمان الدي ال ال ملفات الدي ال، وشرحنا كل واحد من دول عباره عن ايه. الفيديو ده هنكمل بقيه الوثيقه، ودي ان شاء الله يعتبر اخر فيديو في الاب لوكر في الوثيقه دي، تمام. بعد كده ان شاء الله هنخش على موضوع تاني. فاخر مره كنت قلت لكم كنا واقفين عند ايه، كنا واقفين ان انا دلوقتي الاب لوكر ده لما اجي انفذه لازم الاول اتستو، ان انا لازم قبل ما انفذه على الشبكه عندي ابتدي اشوف لو نفذته هل ده هيعمل معايا عكوسات في الشغل ولا لا. يعني هل الاب لوكر لما انفذها هتمنع برامج معينه اليوزرات محتاجينها، ولا هتمنع برامج معينه اليوزرات محتاجينها، ولا هتسمح ببرامج اليوزرات مش محتاجينها ومضره. لازم اتست الاول اشوف الدنيا، لان الموضوع مش سهل قوي كده زي ما احنا عارفين. في بعض البرامج مرتبطه ببعضيها، وفي بعض البرامج ممكن ما تشتغلش صح مع الاب لوكر، فلازم ان انا تست الاب لوكر الاول، تمام. وقلنا ازاي انا عايز اتست الاب لوكر، قلنا هيبقى في سياسه للكلام ده، هناخد من كل اداره جهاز وننفذ عليه الاب لوكر بوليسي، هنحطه في حاله التفعيل. ده لو انا عايز ان انا ايه انفذ، دي طريقه ان انا مثلا اتست الاب لوكر من اختار كذا جهاز من كذا اداره واحط عليهم الجروب بوليسي بتاعه الاب لوكر واحطها في وضعيه التنفيذ، دي طريقه. او ان انا برضو نفس الاجهزه اللي انا واخدها من كذا اداره بدل ما انفذ على الاب لوكر في وضعيه التنفيذ احطهم في وضعيه المراقبه هي الاوديت اونلي، واتكلمنا عليها، تمام. المره اللي فاتت قلنا لما بحط الاب لوكر في وضعيه الاوديت بيحصل ايه، انه الويندوز تمام بتسجل كل ما له علاقه بالاب لوكر في الايفنت او الويندوز ايفنت لوج. احنا قلنا ان اي حاجه بتحصل في الويندوز بتتسجل في الويندوز ايفنت لوج، الاب لوكر كذلك. الاب لوكر سواء محطوط في وضعيه الاوديت اونلي او في وضعيه المراقبه او في وضعيه التنفيذ، اي حاجه بتحصل عن طريق الاب لوكر بتتسجل فين، في الويندوز ايفنت لوج، تمام. فاحنا بنتكلم على ايه، بنتكلم على ان دلوقتي انا حاطط الاب لوكر في وضعيه الاوديت، فمفروض انه هيتسجل كل حاجه في الايفنت الويندوز ايفنت لوج، فلازم في المرحله دي وانا براقب الاب لوكر وبحاول اتستها لازم اقرا الايفنت لوج واعرف الاب لوكر ده عمل ايه، هل الحاجه مشيت صح زي ما انا عايز ولا لا، هل في برامج مفروض ان انا ازودها في الاب لوكر عشان يمنعها، ولا المفروض اشيلها من الاب لوكر عشان يعديها. دي حاجه اسمها تيلورينج رولز، يعني انا دلوقتي حطيت القواعد وابتديت انفذها وحطيتها في وضعيه المراقبه مش في وضعيه التنفيذ، تمام، وابتديت اراقب. لازم اقول لك ان لازم ان انت تراقب الرولز وتعرف الدنيا فيها ايه، خلاص كده هل الرولز اتنفذت صح ولا لا. وكمان هنا عامل لك ايه في الدوكيومنتيشن دي، عامل لك جراف او رسمه ازاي تقدر بيها ان انت تحل مشاكل الاب لوكر. حصلت لك مشكله ليها علاقه بالاب لوكر، برنامج مثلا اتمنع، فبيجيب لك رسمه تمشي مع الرسمه دي خطوات كده اللي هي بيسموها ديسيجن تري او جراف كده او رسمه معينه خطوات. الرسمه الاولانيه دايره مثلا على سبيل المثال عندي مشكله في برنامج معين فعايز اعرف الاب لوكر له علاقه بيها ولا لا، الاب لوكر يسالك او السؤال الاولاني في رو في الاب لوكر، يبقى الخطوه الاولانيه خلصت نخش على الخطوه اللي بعديها. طب الاب لوكر متنفذ ولا مش متنفذ، دي الخطوه الثانيه، يبقى هنروح على خطوه ثالثه. دي حاجه اسمها خطوات ومعموله على هيئه رسومات، هنشوفها دلوقتي قصتها ايه وازاي. فهو الراجل بيقول لك ان انت قبل ما تنفذ الاب لوكر لازم ان انت تتسته كويس قوي وتبص على الايفنت لوج وتجمع الايفنتات دي وتقعد تراجعها. وقلنا انه في ارقام معينه ليها علاقه بالاب لوكر بتتسجل في الايفنت فيور، يعني مثلا ايفنت رقم 8000 و8001 و8005 و8006 كل الايفنتات دي او ارقام الايفنتات دي ليها علاقه بالاب لوكر، فلازم اراجعها كلها واشوف واتاكد فعلا الاب لوكر اشتغل زي ما انا عايز ولا لا. حصلت مشكله، الراجل هنا مديك رسمه وخطوات تعملها عشان تتاكد او عشان تعالج المشكله ممكن تكون طلعت بسبب الاب لوكر، او عشان تكتشف اذا كان الموضوع له علاقه، المشكله اللي حصلت عندك دي برنامج ما اشتغلش مثلا، تعرف هل له علاقه بالاب لوكر ولا لا. الرسمه دي زي ما انتم شايفين كده، مثلا عندي دلوقتي برنامج ما اشتغلش، يجي يسالك سؤال از ذا فايل اوثورايزد، يعني هل الملف ده الاب لوكر بيعديه، تقول له طب كويس قوي. از ذا ابلكيشن فانكشن بروبرلي، يعني هل البرنامج شغال كويس، ما ممكن يكون البرنامج فيه ملف منه ضرب او يكون البرنامج نفسه فيه مشكله ملهاش علاقه بالاب لوكر، هتقول له مثلا يس يبقى خلاص اب لوكر داز نوت نيد تو بي تشين، هنا اقول لك يبقى الاب لوكر ملوش علاقه بالمشكله اللي انت فيها دي. طيب هل الفايل ده اوثورايزد،
يعني هل فعلا معدي الاب لوكر؟ نو، يبقى ده برضو ملوش علاقه بالاب لوكر، لان دلوقتي في الحاله دي هو مش اوثورايز، دي الاب لوكر شغال. تمام. طب هل هو البرنامج مش شغال صح؟ تمام، لا شغال صح، يبقى برضو الاب لوكر ملهاش علاقه بالقصه دي، البرنامج ما بيشتغلش عندك لسبب تاني. مثلا البرنامج مش شغال، نو، از ذا اب لوكر كوز اوف ذا ايشو؟ هنا دلوقتي بيسال سؤال، هل انت دلوقتي بتقول الملف اوثورايزد ولا لا؟ اه اوثورايزد انه يشتغل، البرنامج اوثورايزد انه يشتغل، اب لوكر المفروض تعديه. طب الابلكيشن ماشي كويس او شغال مظبوط؟ لا مش شغال. طب مش شغال، هل الاب لوكر بيمنعه؟ ما احنا قلنا قبل كده لا، ان هو مش ممنوع. هيز اوثورايزد يس. طب لا مش ممنوع، يبقى اب لوكر داز نوت تو بي تشينج، يبقى الاب لوكر ملوش علاقه، اتاكد انه السبب حاجه ثانيه. خطوات ستيبس يا جماعه ماشيه واحده واحده عشان تحل مشكله ليها علاقه بالاب لوكر، او عشان تكتشف البرنامج اللي شغال معاك ده له علاقه بالاب لوكر ولا لا. رسمه كده بسيطه ظريفه جدا، اللي عايز يراجعها يراجعها ويشوفها، والكلام هو كمان مش وصفه برسومات بس، كاتب لك الكلام في خطوات. فدي رسمه دايجرام، حاجه بنسميها لوجيكال ثينكينج، او خطوات بيسموها ديسيجن تري، اللي هي يعني اذا حصل مثلا حاجه رقم واحد يبقى قدامي خيارين، رقم اتنين او رقم ثلاثة. رقم اتنين حصل يبقى انا عندي بعد كده ثلاثة واربعة، مش عارف كده، خطوات ورا بعضيها. اذا ما حصلش كذا يحصل كذا، واذا حصل كذا يحصل كذا. دي بتستعمل في اغلب الاحيان في الحاجات اللي عايزة تحليل منطقي. تمام كده؟ احنا شايفين رسمة طويلة عريضة يعني مش هيفيدنا فيها في شيء، لو عايزين تبصوا عليها طبعا بصوا عليها، وهو شارح لك تحت الخطوات دي في هيئة رسمة وكلام مكتوب. خلاص، فاحنا وصلنا دلوقتي ان الاب لوكر احنا عملنا لها امبورت، خدوا بالكم وكالة الامن القومي مدياك الرولز قاعدة وانت بتعملها امبورت في الاب لوكر. احنا دلوقتي عملنا لها امبورت وحطيناها في الاوديت اونلي، واخترنا الاجهزه اللي هننفذ عليها الاب لوكر دي ونفذناها بالفعل، يعني كل حاجه تمام. فاضل بقى دلوقتي اراجع الايفنت لوج وابص هل فعلا الدنيا ماشيه صح ولا مش ماشيه صح. تمام، هو هي الخطوه اللي وقفنا عندها المره اللي فاتت، وقلنا ايه الايفنتات اللي المفروض نراجعها، وازاي ان احنا في الايفنت لوج بدل ما نروح ندور فيه كله، والايفنت لوج ده كبير، هنعمل حاجه اسمها كاستم فيو لوج بتحط جواها بس الايفنتات او الاحداث اللي خاصه بيه الاب لوكر. يعني مثلا هفتح الويندوز ايفنت لوج هلاقي فيه بوكس كده صغير مجمع لي فيه الايفنت 8000 و8001 و8005 و8006 كلهم متجمعين في بوكس كده او في شباك لوحدهم. تمام كده؟ طب سؤال فني، انا عايز بقى انه الايفنت الكاستم فيو لوج ده بيتعمل، انت بتعمله بايدك، انا عايز كل المكن اللي هتست عليه الاب لوكر ده يبقى فيه الايفنت كاستم فيو لوج ده، عايزه يبقى موجود. فهنعملها عن طريق جروب بولسي، هوريكم هنعملها ازاي. المهم ادي الخطوات ماشية واحدة واحدة، الراجل بيقول لك اللي هي ده هنا بيشرح الكلام اللي موجود في الرسمة فوق، بيشرحها تحت على هيئة خطوات. تمام كده، بيقول لك عليه واحدة واحدة شوية بشوية. تمام، الراجل باصص لك الدنيا تمام، احنا لحد اللحظة دي الرولز كلها موجودة، الدنيا كلها تمام، كل حاجة ماشية كويس. احنا دلوقتي في المرحلة احنا بنراجع الايفنت لوجز عشان نشوف الاب لوكر اشتغل كويس ولا لا. هنا دي يا جماعة اللي مكتوب ده هو نفسه اللي معمول في الرسمة، بس كاتبه لك كلام. خلاص، فاحنا كده ماشيين مظبوط. تمام، هنيجي بقى في حته هنا معينه، للاسف دي الحته الوحيده اللي في الدوكيومنتيشن او في الوثيقه تعتبر قديمه ومش موجوده دلوقتي في الويندوز 10. ما هقول فين الحته دي او ايه الحته اللي هي ما ينفعش انها تتطبق في الدوكيومنتيشن دي او في الوثيقه دي على الويندوز 10. دي كانت موجوده في الويندوز 7 انما حاليا مش موجوده في الويندوز 10. انما ما تقلقوش، كل الدوكيومنتيشن كلها شغاله على الويندوز 10 باستثناء الحته دي. هتكلم انا على الجزئيه دي بتاعت ايه بالظبط، وهي كانت حاجه مفيده بالامانه، يعني انا ما اعرفش ليه لغوها. انا هقول لكم دلوقتي ايه الحته اللي كانت في الويندوز 7 وبقتش موجوده دلوقتي في الويندوز 10. تمام كده، نيجي دلوقتي في الحته دي. طيب هو دلوقتي الراجل بيقول لك ايه، احنا قلنا ان احنا عشان ان احنا نتست الرولز بتاعه الاب لوكر، يا اما نحطها في الاوديت اونلي، او نحط الاب لوكر بوليسي او الاب لوكر جروب بوليسي في الاوديت اونلي مود، يعني تتحط في مرحله المراقبه ونفذها على الدومين كله. وقلنا ليه حاجه زي كده غلط، لانها هتعمل لوجات كتير جدا على المكن. يا اما ان انا اختار مجموعه من الاجهزه ونفذ عليهم الجروب بوليسي، وقلنا ده عملناه الفيديو اللي فات، عملنا اكتف دايركتوري جروب سميناها تيست اب لوكر كمبيوترز، وحطينا جواها كمبيوترات ونفذنا عليها جروب بوليسي بتاعتنا على عدد قليل من المكن، عشان كده يبقى مش هيتملي غير عدد اللوجات بتاعت الايفنت لوج، هتتملي عدد معين فقط من المكن. تمام، فهو هنا بيتكلم اوديت انتاير دومين، يعني تحط
الجروب بولسي على الدومين كله وان على مجموعه معينه من الاجهزه، ودي احنا كنا عملناها قبل كده وشفنا تتعمل ازاي. طيب برضو لسه يمكن انا سبقت فين الحته اللي هي ما بقتش موجوده دلوقتي، هقول لكم. هي اسمها كرييت ابلوكر اليرت اون يوزر كمبيوترز. طيب هو هنا الراجل عايز يعمل ايه؟ عايز لما برنامج الابلوكر بيقول انه ما يشتغلش واليوزر يحاول يشغله، يطلع لليوزر رساله تقول له ان ده ممنوع بسبب الابلوكر. طيب هل معنى كده ان ده ما بيتمش؟ لا ده ما بيتمش. هتلاقي انه ممكن الابلكيشن مثلا او مثلا ممكن يطلع له ايرور يقول له البرنامج مش شغال، لما مش هيقول له انه البرنامج ممنوع بسبب ان الابلوكر قايل ان هو ممنوع او بسبب ان الاي تي قايل ان ده ممنوع، ما بتطلعش الرساله دي. في الويندوز 7 كانت موجوده الخاصيه دي، يعني انا ممكن ان انا اقول له اطلع له رساله على مزاجي كده اقول له ان الاي تي مانع لك البرنامج ده. في الويندوز 10 ما اقدرش اعمل الحكايه دي. طب تتعمل ازاي في الويندوز 7؟ كانت بتتعمل عن طريق التاسك سكيدولر. عارفين التاسك سكيدولر ده؟ كنا اتكلمنا عليه قبل كده. ممكن اخش التاسك سكيدولر اعمل تاسك اقول له لو سمحت لما الايفنت 8000 و8001 و8005 و8006، لاحظوا ان كل الايفنتات دي لها علاقه بالابلوكر، لما اي واحده من الايفنتات دي تتحط عندك او تظهر عندك على الجهاز، طلع رساله لليوزر قول له ان البرنامج الفلاني ده ممنوع او البرنامج ده مثلا مسموح بيه، تمام؟ عن طريق التاسك سكيدولر. دي حاجه اسمها مسج بوب اب، دي كانت ممكن تعملها عن طريق التاسك سكيدولر، كانت بتحصل ان انت تطلع رساله. وازيدك من الشعر بيت، كان ممكن بدل ما تبعت او تطلع رساله لليوزر ممكن تبعت ميل كمان للادمنستريتور. الخاصيتين دول اتشالوا من التاسك سكيدولر اللي كان في الويندوز 7، شالوهم بعد ما التاسك سكيدولر راح للويندوز 10. يعني التاسك سكيدولر في الويندوز 7 كان فيه خاصيتين، حاجه اسمها مسج ان لما تحصل ايفنت معينه او تحصل حادثه معينه ممكن اطلع رساله او ممكن ابعت ميل، ده كان في التاسك سكيدولر في الويندوز 7. في الويندوز 10 التاسك سكيدولر اتشالت منه الخاصيتين دول بحاجه اسمها ديبريشيتد، يعني انتهت، فبالتالي مش هنعرف ننفذ العمليه دي. طب واحد يقول لي يعني خلاص مش هنقف فيها؟ والله يعني انا حسب ما شفتها انا حاولت اجربها ما نفعتش، بس مش هتفرق معانا كتير، المهم المحصله النهائيه انه اليوزر مش عارف يستعمل البرامج اللي انت منعها، بس كده باختصار. فهنا احنا مش هنعرف نعمل الابلوكر ده عن طريق الويندوز 7، فانا همشيها سريعا لان الوضعيه دي مش هتمشي معانا، فخلاص احنا هنمشي كده وهنعديها خالص لانها ما بقتش شغاله اساسا. خلاص. طيب هنيجي دلوقتي في ايه بقى؟ بصوا بقى هنعمل ايه دلوقتي. احنا دلوقتي كنا حاطين، نمشي شويه بسيطه كده، كنا حاطين الابلوكر، قلنا فين الابلوكر؟ كنا حاطين الرولز في الاوديت مود. خلاص انت راقبت الابلوكر رولز واكتشفت انها شغاله تمام وزي الفل وعدلتها، بدل ما تتحط في الاوديت مود نحطها في الانفورس مود، تمام كده، او في وضعيه التنفيذ. دي سهله، رايت كليك بدل ما اقول له اوديت زي ما احنا شايفين هنا نقول له ايه انفورس، تمام كده الدوكيومنتيشن خلصت. خلاص خلصنا كل الليله دي كلها. عايز بقى تقرا بقيه اللي تحت مفيش مشكله، كل ده كله بيوصف لك ازاي ان انت تعمل الرولز دي بايدك بدل ما تعمل لها امبورت، تمام؟ يعني هو في ملف جاهز بيحط لك الرولز دي جاهزه، لو انت عايز تعملها بايدك هو هنا بيوصف لك في اخر الدوكيومنتيشن ازاي تعمل الكلام ده، تمام؟ ازاي، بس عايز اوريكم في حته معينه كده، بصوا بيوريك ازاي انت تعمل الكلام ده مانيوال بايدك، يعني بدل انت ما تعمل له امبورت ازاي ان انت تعملها بايدك. وفي حاجه هنا ظريفه جدا، هنا بيعمل ايه؟ كان في حته كده حلوه عدت بس انا هوريها لكم. هنا بيمنع في حته معينه، عامل الابلوكر بحركه ظريفه جدا، بيمنع اللوكال ادمنستريتورز او الدومين ادمنز لما يخشوا على المكن ان هم يعرفوا يخشوا الانترنت او يستعملوا الايميلات، بيعمل لهم بلوك. ليه بقى؟ لو تفتكروا احنا في اللاب ده قلنا برضو ان الكلام ده احنا عاملينه في جروب بولسي، بس مش بالشكل، مش عن طريق الابلوكر، عن طريق حاجة تانية. ليه بقى انا بمنع اللوكال ادمنستريتور والدومين ادمن ان هو يطلع الانترنت؟ عشان ما يتعملش هاك للاكاونت بتاعه، لان ممكن يتعمل هاك للاكاونت بتاعه عن طريق البراوزر، واحد يهاك البراوزر فيخش على المكان عن طريق انه يهاك البراوزر، يهاك الويندوز فيخش يجيب الاكاونت بتاع اللوكال ادمنستريتور او الدومين ادمن، فبالتالي احنا قافلين الانترنت على اللوكال ادمنستريتور او الدومين ادمن. عايز تخش انترنت خش باكاونت يوزر ملوش اي صلاحيات، فدي مفيده جدا الحته دي، تمام؟ بيخليك، احنا كنا عملناها في اللاب ده بس مش عن طريق الابلوكر، عن طريق حاجه ثانيه انا مش متذكر بالظبط. كنا عملناها عن طريق بروكسي، قلنا له يحط بروكسي معين، بروكسي ده بيبقى بقيمه معينه، وشرحنا ايه بروكسي قبل كده، كده بيبقى
البروكسي ده بيتحط لللوكال ادمنستريتور او الدومين ادمن فبيمنع عنه الانترنت، انما دي عن طريق الابلوكر، واعتقد دي اقوى. المهم، فاحنا كده يا باشا زي الفل كده، احنا نعتبر فعليا خلاص الدوكيومنتيشن انتهت. بس في نقطة تانية انا عايز يعني اشرحها لكم. انا دلوقتي بقول عايز اني لما اخش على اي ويندوز ايفنت لوج على كل المكن اللي انا مطبق عليه الابلوكر، عايز اشوف الكاستم فيو لوج الخاص بالايفنتات او الاحداث بتاعه الابلوكر. اعمل الكلام ده ازاي؟ الكاستم فيو لوجز دي بتتحط في حته معينه في الويندوز، مكانها في حته معينه في الويندوز، خلاص كده. فانا هعمل جروب بولسي اقول له لو سمحت عايزك تروح في الحته المعينه في الويندوز دي تحط لي الكاستم فيو لوج، تمام؟ يعني الكاستم فيو لوج ده بيبقى محطوط في حته في الويندوز، انا هكوبي الفولدر بتاع الكاستم فيو لوج ده اللي هو فيه الايفنتات المجمعه بتاعه الاب لوكر، واكوبيه واحطه على كل المكن اللي عليه الاب لوكر في الايفنت لوج بتاع الويندوز في المكن ده، تمام؟ خليني اقول لكم برضه اوريكم انا قصدي ايه. هنيجي نقول له نيو فايل. بصوا معايا انا هعمل ايه دلوقتي. انا دلوقتي عايز انه الكاستم فيو لوج اللي انا عامله، احنا قلنا كاستم فيو لوج، خليني اوريكم كده الكاستم فيو لوج لو فتحنا كده وبعدين هنا اهو خلاص تمام، وبعدين روحنا كده فين، نيجي هنا الكاست، فين الكاستم فيو لوج؟ بصوا فين الايفنت، ايفنت فيور. بصوا يا جماعه هنا في حاجه اسمها كاستم فيوز. ايه الكاستم فيوز دي؟ يعني مجموعه من الايفنتات، يعني هنا طبعا هنا كل ايفنتات الويندوز كلها سايحه على بعضيها. فانا بعمل ايه؟ بقول له لا يا باشا بص، عايز مجموعه ايفنتات معينه تحطهم لي في شباك لوحديهم، حاجه اسمها كاستم فيوز في الحته دي. طب الكاستم فيوز دي مكانها فين؟ مكانها فين؟ بصوا كده لو قلنا له اوبن سيف دو لوج، بصوا بقى مكان الكاستم فيوز دي فين؟ في حته معينه في فولدر معين في السي ويندوز. فانا هعمل ايه؟ هعمل جروب بولسي اقول له لو سمحت الكاستم فيو لوجز بتاعتي ده اللي انا عاملها هنا دي، يعني انا في مكنه مثلا عليها دلوقتي بدل ادمنستريتيف ايفنتس دي الاب لوكر ايفنتس، فاقول له سمحت كوبي كوبي الكاستم فيو ده وحطه على كل المكن في الويندوز ايفنت لوج على كل المكن، خلاص. فده مكانه فين؟ هقول لكم مكانه فين. يعني خلينا كده نمشي واحده واحده. لو كان معانا كده ماشي، خلينا كده ايه بس، المهم يعني المهم يكون الفكره وصلت. انا هقفل كده واقول له اند ناو، خلاص خلاص اوكي، وهنقفل ده كانسل خلاص، وهنقفل ده كده خالص. بصوا يا جماعه هنقول له هنا ايه، عايزك تكوبي لي الكاستم، يعني دلوقتي المكنه دي عليها الكاستم فيو لوج بتاع الاب لوكر اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات، هقول له كوبي كاستم فيو لوج ده وحطه على كل المكن في الويندوز ايفنت لوج بتاعه. فين مكانها بقى؟ في السي بروجرام داتا مايكروسوفت، تمام، وبعدين ايفنت فيور، وبعدين في حاجه اسمها فيوز، تمام. في حته الفيوز دي هنا اهو في الحته دي في الفولدر ده موجود الكاستم فيو لوجز، انا المكنه دي حاطط عليها الكاستم فيو لوج بتاع الاب لوكر، هقول له كوبي وحطه على كل المكن اللي عليه الرول اب لوكر متنفذه والايفنت لوج بتاعه موجود، خلاص كده. حط لي الكاستم فيو لوج ده على كل الويندوز ايفنت فيورز على كل المكن اللي انا مطبق عليه الاب لوكر، خلاص. فهنعمل كده، هنكوبي كله. وعلى فكره مش كده بس، انا حاطط كاستم فيوز مش للاب لوكر بس، لحاجات تانية كتير. لو تفتكروا في بدايه اللاب عملت 9 كاستم فيوز لمختلف الايفنتات، فانا هقول نفذهم لي على كل المكن اللي انا بقول لك عليه ده اللي هو اللي احنا قلنا عليه هيتنفذ عليه الاب لوكر، بس ممكن تتنفذ على كل المكن بالمناسبه مش لازم المكن ده بس. فهنعمل ايه؟ هقول له كوبي، شوف ده مثلا اهو ده كاستم فيو، هقول له لو سمحت السورس فايل ان ده مكانه عندي هنا على المكنه دي، عايزك تكوبيه بقى في نفس المكان على المكن اللي عليه الاب لوكر رول هتتنفذ، خلاص كده اهو ادي فايل، وهقول له اكشن كرييت، تمام. وهتنفذه على مين؟ هتعمله ابلاي وانس، هتنفذه مره واحده، نفذ الرول دي مره واحده، وهتنفذها على مين؟ على التست اب لوكر كمبيوترز، الجروب اللي فيها تيست اب لوكر كمبيوترز. يعني انت هتنفذ الرول دي او هتنزل الكاستم فيو لوج ده على الويندوز ايفنت لوجز بتوع السكيورتي جروب اللي اسمها تيست اب لوكر كمبيوتر، خلاص كده اهو، هقول له كده اوكي خلاص واوكي. يبقى انا كده هنفذ ده الرول ده، هنفذ الاب لوكر كاستم فيو لوج ده على كل المكن في الحته دي، تمام. ابلاي اوكي. هنحط بقى ايه
بدل كل دول بصوا احنا عندنا كام فيو، عندنا بصوا كده عندنا كام فيو، عندنا 7 فيوهات خلاص كده، عندنا كمان اكتر، عندنا 9 كمان اهو، ادي التامن نمشي حد شويه كده اهو، والتاسع، دول 9 فيوهات. بصوا يا جماعه دول 9 فيوهات كاستم فيو، كاستم فيو لوجز هيتنفذوا على المكن اللي هيتنفذ عليه الابلوكر خلاص كده. ودي طريقه حلوه جدا ان انت تنفذ كاستم فيو لوجز على مكن كتير مره واحده. ممكن طبعا لو انت شغال بالايمج ممكن تعمل الكلام ده في الايمج بدل ما تعمل الكلام ده عن طريق جروب بولسي. المهم هنعمل الكلام ده خلاص عن طريق الجروب بولسي دي. وبعدين تعالوا نبص بقى للرولز بتاعت الابلوكر اللي احنا عملنا لها امبورت في الاول. طبعا احنا لو تلاحظوا احنا ما اشتغلناش بايدينا خالص في اللاب ده، الابلوكر رولز اتعمل لها امبورت. فخلينا نشوف الابلوكرز دي اتعملت ازاي او ايه المحتوى بتاعها. لو فتحنا الابلوكر وبعدين ابلوكر اهو، نيجي ايه بقى هنا طبعا بروبرتيز عشان الاوديت، هنا لو اوديت حولناها انفورس كده هتتنفس خلاص، والدي ال ال كمان هتتنفس تمام. طيب خلينا نشوف الابلوكر رولز دي عباره عن ايه. ماشي ثواني يا جماعه، هنيجي دلوقتي مثلا ادي الابلوكر بتاع الاكسكيوتبل فايلز او دوت اكس اي. بصوا مثلا هنا اهو، بصوا اهو هنا مثلا اقفل الانترنت اكسبلورر، اقفل الاوتلوك، اقفل الثاندر بيرد زي الاوتلوك، الكروم، الفايرفوكس، الاوبرا، السفاري، كل دي براوزرات اقفلها للمين؟ لللوكال ادمنستريتور اللي على المكن. ليه؟ عشان ما يطلعش انترنت. ليه؟ عشان ما يتسرقش الاكونت بتاعه. انت كادمنستريتور عايز تخش تعالج المكن، انا ما هتطلع انترنت، لا ما تطلعش بالاكونت ده، اطلع باكونت مالوش صلاحيات. وادي ايفري وان اكسكيوت، ان اي فولدر او اي برنامج في السي بروجرام فايلز ايفري وان يشغله، الاو 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 خلاص كده، والادمنستريتورز يشغلوا كل البرامج في اي حته في الويندوز خلاص كده، باستثناء اللي فوق، البرامج اللي هي الاوتلوك والانترنت اكسبلورر والكروم والفايرفوكس والاوبرا خلاص. فده ممتاز. نفس الشيء بالنسبه للويندوز انستولر، نفس الشيء بالنسبه للسكريبت، نفس الشيء بالنسبه للدي ال ال، نفس الشيء بالنسبه للباكج رولز، كل دول نفس الطريقه اهو. ادي الرولز اهي تمام متظبطه وزي الفل، نفس اللي احنا ناقشناه في الدوكيومنتيشن خلاص. سكريبت رولز، دي ال ال رولز، باكج رولز، تمام الدنيا متظبطه 100 100. ان شاء الله كمان الفيديو اللي جاي يا جماعه هنتناقش في ان في طريقه ان انا الايفنت فيور، الايفنتات الخاصه بالاب لوكر في سكريبتات ممكن تخليك تطلع من الايفنتات دي معلومات كتيره جدا، فهوريكوا ازاي الكلام ده برضو نقدر نعمله. فطبعا يعني حاجه ممتازه جدا الدوكيومنتيشن دي، شفنا عملناها في 3 فيديوهات في منتهى البساطه، مفيش اي مشكله خالص، يعني الموضوع بسيط وسهل تمام. اعتقد انا دلوقتي ببص على ايه، خليني اشوف كده، انا مش متاكد انا بعمل ايه دلوقتي. احنا هنيجي هنا لل، هنيجي فين؟ لا هنا بنتاكد بس ان الايه، هنا انا بعمل ايه يا جماعه، هنا اهو انا بجهز نفسي الفيديو اللي جاي ان انا بعمل ايه. بصوا يا جماعه معلش نمشي كده، انا هنا بعمل ايه، هنا بتاكد الفيديو اللي جاي ان شاء الله ان انا هبقى معايا كذا يوزر خلاص، عايز اليوزرات دي اخدها عشان اجرب عليها اخش بيها على المكن عشان اشوف الاب لوكر هيشتغل ولا لا. يعني لازم اخش بلوكال ادمنستريتور على مكن على الاب لوكر عشان اشوف هخش بالانترنت اكسبلورر الانترنت ولا لا، اخش بيوزر عادي عشان اعرف البرامج اللي انا قايل ان هو يمنعها هتتمنع ولا لا، اخش بدومين ادمن اكونت عشان اعرف برضو البرامج اللي انا عاملها هتتمنع ولا لا خلاص. فانا دلوقتي رايح الاكتف دايركتوري اهو، مثلا هخش على الارمي او الجيش بتاع الامريكاني، هاخد واحد من الاي تي، يوزر الاي تي، لوكال ادمنستريتور من الاي تي، واجربه على المكنه اللي عليها الابلوكر، ويوزر تاني على الاكتف دايركتوري، يعني يوزر للاي تي بيدخل بيها الاكتف دايركتوري برضه هاخده اجربه على المكنه دي، وهاخد يوزر ستاندرد، يوزر عادي خالص ملوش اي صلاحيات، برضه هجربه على المكنه دي اللي هي المكنه تانك 10 دي، دي اللي هيجرب عليها الابلوكر رولز عشان اشوف كذا مستخدم بكذا صلاحيه الابلوكر هيتعامل معاهم ازاي تمام. فدي كده كلها يوزرات، اي تي ورك ستيشن ادمن 2 ده راجل لوكال ادمنستريتور خلاص، وهاخد يوزر تاني اسمه الفو او الونزو، ده اي تي ورك ستيشن، ده لوكال ادمنستريتور على المكن بتاع الجيش الامريكاني تمام، وهاخد يوزر تاني بيخش على الاكتف دايركتوري بس خلاص كده، واجربه على المكنه دي، واخد يوزر تالت، يوزر بقى اللي هو اي تي ولا حاجه خالص، ده يوزر عادي جدا ملوش اي صلاحيات، واشوف برضو الابلوكر هيتعامل معاه ازاي. فخلينا نشوف، انا هوريكم كده بس باختصار، يعني خلينا نمشي كده اهو، هوريكم
في ثلاث يوزرات. بصوا هنمشي كده، بصوا يا جماعه اهي، بصوا هنيجي هنا كده تمام. تاني تاني عايز اوريكم حته هنا تاني كمان. بصوا هنا بعمل ايه؟ هنا بعمل ريسيت للباسورد، ده الاي تي العادي اللوكال ادمنستريتور، بعمل ريسيت للباسورد. في واحد تاني اسمه الفو برضو برست الباسورد بتاعته عشان اخش بيها على المكنه اللي عليها الابلوكر رول المره اللي جايه. خلاص كده ببساطه يعني، عشان ايه ما تعبش نفسيكوا. اهو هندخل كده اليوزرات فين؟ بصوا بقى يا جماعه هنا اهو، اهو في واحد اي ال ريد ده يوزر عادي، واي تي دبليو ادمن ده لوكال ادمنستريتور، وهجرب دومين ادمن اكونت على المكنه التانكي تن. تانكي تن دي هيتنفذ عليها الابلوكر. افتكروا ان دي كانت ضمن التيست ابلوكر كمبيوترز جروب اللي هيتنفذ عليهم الابلوكر عشان اجرب عليهم الابلوكر. طبعا انا ايه كان المفروض احط الابلوكر بوليسي مش في الاوديت، تتحط فين؟ في الانفورس. بس مفيش مشكله، هنخش نشوف الايفنت لوج بتاعنا ونراقبه ونشوف الدنيا فيها ايه. خلاص ودي حته هنا في البي دي افايه بتقول لك ازاي ان انت تخلي الويندوز ايفنت لوج يحتوي على معلومات اكتر، او تطلع من الايفنت لوج معلومات كتيره جدا خاصه بالابلوكر. يعني الابلوكر الايفنت 8 مثلا 8000 دي بتطلع معلومات صغيره خلاص كده، في سكريبت بيخليها تطلع معلومات اكتر وتفرز معلومات اكتر. ده ان شاء الله هنفذه الفيديو اللي جاي، وكده يبقى انتهينا من الدوكيومنتيشن دي. وان شاء الله الفيديو الجاي نتكلم بقى هننفذ، يعني يعتبروا كده الدوكيومنتيشن خلصت. الفيديو اللي جاي هننفذ بقى الابلوكر ونشوف هتتنفذ ازاي على المكنه والطريقه بتاعتها ايه وازاي نقدر نستفيد بيها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تشتركوا في القناه وتعملوا تفعلوا جرس التنبيهات، وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امر مني. يا جماعه اللي حاسس ان هو بيستفيد من الماده دي وعايز ان هو يستزيد، يعني عايز ان هو يستزيد من الماده دي وياخد معلومات اكتر عن طريق كورس خاص بمقابل مادي، يتواصل معايا على الواتساب بتاعي، او يتواصل معايا على قناتي على التليجرام اي تي فيزواليزر، او على الفيسبوك صفحتي على الفيسبوك برضو اي تي فيزواليزر، او الميل الشخصي بتاعي kareem.rauf@gmail.com، او يسيب لي تعليق في على الفيديو، او يسيب لي تعليق في الفيديو وانا هبص عليه واتواصل معاه، او يكلمني طبعا على الفيسبوك على الماسنجر. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.